معاك على بالظبط هنا على الكاريزم او الجنريتور يعني مجرد الكهرباء اللي فيه الكهرباء اللي بتشوفها على الراجل اللي ماسك فيه بالمقارنة بتاعت من هنا بعد ما لها 300 كرة تقريبا بياخد من هنا بيروح على حاجة الكونديسر الكونديسر ده عباره عن من البحر او من مكان بيساوي كولينج ووتر كاس البخار البخار يطلع من هنا كوندنسيت بين ده عباره عن بطوس فيه عباره عن كوندنسيت والماء يطلع فوق من هنا ده يسميه كوندنسيت مع بعض المراحل السايت اللي شفنا فيها مجموعه الهيموجلوبين او الهيموجلوبين ان البخار ما خليش يمسح للاخر لما نطلع البخار من هنا وسخنهم هنا ويرجعهم تاني ونسميهم دارين جدا هنشوفه على السايت اللي هو فالبخار بعد الوقت درجة حرب عليه مرة تانية يعالج المكان اللي بويل ويبتدي يتمشى بويل تاني البخار خلي بالك نعم اللي خارج من هنا بيخش من هنا المايه اللي قلنا عنها مشكله ان المايه اللي هنا بتبقى درجه حراره واطيه الكفاءه بتاع الحراره بتبقى واطيه فبتحط حاجه اسمها في ووتر هيتر في ووتر هيتر في ووتر هيتر طيب بناخد شويه بخار من هنا وندخله هنا ونخلطهم مع شويه البخار دول وبعدين بعد كده يخليه مبني على الايه؟ على وده كنا بنسميه اوفر تايب اوفر تايب في ووتر هيتر اوفر تايب في ووتر هيتر ممكن بدل اوفر تايب في ووتر هيتر يبقى عندي بدل ده هاوي اللي انا قدامي واعمل جزئيه ثانيه اللي هو كلوز تايب نفس ده هلغي ده كاني مشيت من هنا تاني واحط هنا ده برضه في الوتر هيتر ده اوبن تايب ده كلوز تايب البخار جاي له من هنا عالي اهو هيدخل هنا البخار ما بيدخلش بيفضل ماشي من هنا في الوتر هيتر ده هنا دول اتخلطوا يبقى لازم هنا في ترومبه من الضغط ده متوسط البنك هنا ده اللي خارج من عند الكوندنسر هيخرج هنا بقى بوسط البنك ويطلع تاني مباشره ويجي راجع تاني على الدور طيب الكوندنسيت اللي هنا ده البخار اللي جاي من هنا سخن الميه ويرجع الكوندنسيت جاي تاني احط الكوندنسيت على الاكسبانشن فالف اللي هنا في اكسبانشن فالف لان الضغط ده يا جماعه مش هو الضغط الخلفي الضغط ده اعلى من الضغط الايه؟ الخلفي احط حاجه تعمل ثروتلنج وتيجي مرد على البخار تاني اسمه المره اللي فاتت ويجي راجع تاني على ايه؟ على الكوندنس دول التو سايكلز اللي هم او سايكل اللي ده السايكل المعقد اللي فيها كل حاجه في الدنيا فيها اوبن تايب وفيها كلوز تايب وفيها اريتر وفيها كل حاجه لو جينا نرسمها مع بعض برضه عشان تتعلموا لو جينا نرسمها مع بعض اهي كانت الفايكلز ده دي بس جام او الاكسبيرت جام انا عندي ميل ايه؟ سيراميكا عندي ميلي هنا ده البريشر عالي البريشر كبير وده البريشر كوندنسر بريشر ده الاثنين انا اول حاجه شفتها ان البخار ما بيطلعش هنا ساتوريت من البويلر ده بيروح سوبر هيتر يبقى متحمص بس هيوصل النقطه دي ويجي ماشي جوه التربينه لحد ضغط معين اهو البخار ماشي جوه التربينه لحد النقطه دي وبعد كده اخده مره ثانيه دماغكم يا شباب اخده مره ثانيه على الضغط ده ايه؟ اسخنه مره ثانيه في الهيتر اهو وبعد ما اسخنه في الهيتر برجعه مره ثانيه على الايه؟ يكمل في التربينه لحد الان ده كده اللي شاف الكلام المره اللي فاتت هيلاقي الكلام ده ماشي معاه سيستماتيكال بهذا الشكل. اوكي بتوين ذيس بوينت اند ذيس بوينت انا خدت شويه بخار. لو افترضت ان انا عندي 1 كيلو جرام ماشي من هنا 1 كيلو جرام هو ال 1 كيلو جرام ماشي لحد هنا زي الفل. اول ما جه هنا خدت ام يبقى من النقطه دي لحد الاخر اللي ماشي واحد ناقص ايه ام واللي ماشي هنا بالخط ده عباره عن ايه؟ ام كيلو جرام مش كده يا جماعه؟ اوكي واللي خارج من هنا يبقى ايه يا جماعه؟ واحد ناقص ام ده اللي شايف لو غير كده يبقى ده كده وبعدين كده كسف تاني وبعدين اتضغط اول بمب كده وبعدين تاني بمب ده شكل السايكل فيها ريهيت وفيها ريجنريشن وفيها كل حاجه في الدنيا
شفناها مع بعض المره اللي ايه اللي فاتت. لو جينا نطبق الفيس ثيرموداينامك على مثلا التيربو، سواء سبوز ان انا بتكلم على تيربو دبليو كيو بالكيلوجرام، اقول عندي 1 كيلوجرام، لا قطعت 1 كيلوجرام مضروب فيه، لو سميت بقى النقط رقم بقى سمي ليها 1 2 3 4 5 6 7 8 اوكي، يبقى 1 كيلوجرام هيمشي من اول نقطه من 1 لحد النقطه اللي في النص، النقطه اللي في النص دي اهي من كلمه 1 نقطه سميناها 2 يعني 1 يبقى النقطه دي 2 يبقى اتش 2 ماينس اتش 1 اوكي زائد 1 ناقص ام في اتش 2 ماينس اتش ايه النقطه دي في 4 او اتش 4 هي دلوقتي في 1 كيلوجرام بيحصل ضرب انسب هنا في السلول لامات كانت هنا شوف مش عارف 1 ناقص ام من 2 لحد النقطه دي سميناها كام نقطه دي كام يا جماعه؟ سميناها كام؟ النقطه دي كام؟ 4 اوكي خلي بالكم وانت بتمشي عندك هنا من 2 ل 3 فين 2 ل 3 يا جماعه؟ اهي النقطه اهي اللي سميناها من 2 ل 3 هسمي دي ب 5 2 براين وهجيب واي ويبقى دي 2 انا اسف ودي 3 وانا هغير انا اسف 2 و 3 دي 4 زي ما هي صح 2 و 3 ودي 4 زي ما هي صح انا بس هنا بطبق من 1 ل 2 صح من 2 ل 3 ده من رجع بيه ده يعني من 3 ل 4 اللي هو موجود هنا من 3 ل 4 اللي هو موجود هنا مش تقبل اتفضل انهي من التربن ده اعلى بريشر ولا خارج؟ اللي خارج اعلى بريشر يكون نفسه ده اعلى بريشر ليه؟ التربينه يا فندم بتمدد فيها البخار من الضغط العالي للضغط الواطي التربينه بيحصل فيها اكسبانشن من هاي بريشر لو بريشر انا خط ثاني فين 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 هو الجنب ليه انت طالع منه ام الضغط بتاعه ضغط الانترفيو اللي هو ضغط ماله ام ماله لو طالع منه ام من ماله ايه ايه مشكلته ده عندك قول لي ايه مشكلته عندك كان الضغط بتاعه اقل من الضغط الضغط ده اقل من ده الضغط لو اقل من ده واقل من ده هو انا ماشي كده يا حبيبي وانا ماشي كده البريشر بيحصل له ضرب التربينه بتستنفذ الضغط ودرجه الحراره اللي هو بناء عليه الانسر بيقل، طب بتقل فين؟ تخيل الانسر بيتحول لايه؟ تحول لميكانيكال ويرت جوه التربينه اللي هو دلتا اتش اللي انا كاتبه. انا لخصتها في مثال كده عبس اتفضل. ايه ايه ايه؟ اه نعم اوكي طول هنا انا بخلط ده وده بخلط واحد ناقص ام طبق الفيرست سلايد في مهندسه واحد ناقص ام في الانسر بده زائد ام في الانسر بده يساوي 1 كيلوجرام في الانسر بده اوكي نطول للثاني بقى الثاني اللي داخل يا فندم قال هنا بقى 1 ناقص ام مش كده يا فندم في ايه؟ في الانسر اللي هو داخل بيه ده اوكي و1 ناقص ام برضه اللي ماشي في الانسر اللي ايه؟ اللي داخل فيه ده اللي خارج منه كده هنا اللي خارج من هنا عباره عن ايه؟ ام الانسر بيخارج هنا كان ثلاث فروع لما اطبق الفريس رو هنا الاقي ام في الانسر بده واحد ناقص ام معايا باشمهندسه في الانسر بده وام في الانسر بده واحد ناقص ام في الانسر بده لا مش مين احسن ده كونسبت وده كونسبت يعني ده كونسبت وده كونسبت فخلي بالك لا ما اقدرش اقول ده الاحسن ولا ده طبقا للتصميم بقى بتاع التربينه واقدر اخد منها واقدر اخلط هنا ولا ما اقدرش اخلط ده في مشكلته ان انا وانا راجع بحط حاجه اسمها تراب او اكسبنشن فال علشان اعلى الضغط تاني وارجعه للكوندنسر وانا براجع هنا في ديزاين للكوندنسر هي اتغير لان لازم اعمل فتحه الكوندنسر فيه فتحه للدخول وفتحه للخروج اضطر اعمل فيه فتحه مخصوصه عشان ايه راجع لو انت تكلفه خلي بالك بتتكلم على حاجه طولها 30 متر 40 متر وفتحه قطرها 70 80 سم وفتحه البخار قطرها 3 متر و4 متر قطر الفتحه فتكلم على حاجات اجهزه بالكي فاللعب فيها
مش سهل. هنا ما بيلعبش حاجه، كل نفسه زي ما هو، انما ايه كلها فيها 100 الماس اللي داخله جواها، مش 1 كيلوجرام 1 ناقص. انما هنا الواحد ناقص ام اضاف لها ايه؟ كده الواحد ناقص ام اضاف لها هنا ام اهي، الواحد ناقص ام اضاف لها الام دي، فالخارج من هنا عباره عن 1 كيلوجرام، ودي برضه اضاف لها ام، الام رجعت 2.1 كونديسر، مع 1 ناقص ام اعطت 2.1 كيلوجرام، 2 دول بيجوا 1 كيلوجرام. دي بقى وانت بتعمل الباس بالانس لازم تعمل اخر بالانس، لازم تعمل بالانس من الطريق ده. قلناها المره اللي فاتت بس انا حبيت اراجعه عشان الناس اللي ما شافوش قالوا في ايه. حبيت اراجعه والله اللي ما شافوش المره اللي فاتت، حطيت مثال صعب في كل حاجه في الدنيا، مش حاجه عنده كده، انما حطيت كل حاجه في الدنيا فيها دليل، وفيها اوبن تايب وفيها كلوز تايب. على فكره ممكن يبقى في اوبن تايب وكلوز تايب، اوكي؟ يعني خلينا نمشي على ممكن يبقى عندي الاثنين معطل الاثنين، طبعا كل ما اعمل حاجه يعني الاولاني هو اللي يكون اوبن تايب، اخد واحد ثاني اخد واحد ثاني هنا ثاني كمان كمان هنا يبقى اخليه ايه؟ كلوز تايب، اهو هنا وارجعه وهنا البخار ده جاي كده جاي كده، وبعد ارجعه ثاني كده وكده وكده. هي تشكيلات مفيش اي مفيش اي حاجه، لا فيرست ولا سكند اللي هو ما دولش ما شغالش اثنين، يعني كل التركيبات ممكن المساله تيجي في مساله سهله زي كده وتيجي فيها تركيب زي كده، ترسم لك رسمه زي كده وتطبق الفيرست لو في جميع الاحوال، الماس كونسيرفد والانرجي ايه كونسيرفد، يبقى لازم تدخل الماس اللي هنا والماس اللي هنا والماس تساوي الماس اللي هنا والماس اللي هنا واللي هنا تساوي الماس اللي هنا، الانرجي ان والانرجي ان تساوي الانرجي اوت، يعني الشكل ايه؟ مفيش داعي تحفظ حاجه معينه، حسب الشكل اللي انت عندك الرسم اللي عندك. طب حد عنده مشكله ان كيو ماينس دبليو يساوي دلتا اتش هنا؟ كيو ماينس دبليو يساوي دلتا اتش هنا؟ بسيط. كيو ماينس دبليو يساوي دلتا اتش هنا؟ كيو ماينس دبليو هنا مفيش كيو، التربينا اكسبانشن. كيو ماينس دبليو يساوي الورك، بس الورك عندي هنا ثلاث اجزاء. الورك من اول هنا لهنا لان 1 كيلوجرام، الورك من هنا لهنا 1 ناقص ام، الورك من ناقص هنا 1 ناقص ام 1 ناقص ام 2 لو كان ده ام 1 ولا ام 2 في من هنا لهنا وهكذا. يعني لازم هنا دماغي يبقى شغال، ما ينفعش فيها تاخد مساله من اسهل من اصعب المسائل على درجه كبيره لو بقى. اوكي؟ انما هي تطبيق لكل الفيرست لو على السي 2 سيري ستيت بروسيس. اوكي؟ حبيت كده بس عشان معاك من الفوربوك. طيب هنتكلم عن حاجه ثانيه بقى اللي هي ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ كنا شغالين زي الفل. ايه؟ ارجع نص فين النص؟ فين النص؟ على اي حال خلينا نتكلم على بقى ال 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 برضه بنتكلم على الباور سايكل في انتينا كوماشينج، هنتكلم على باور سايكل في انتينا كوماشينج، انتينا كوماشينج بنتكلم فيها اللي هي ريسبريكيتنج اي سي اي. ريسبريكيتنج اي سي اي ده عباره عن بيسل وسيلندر، كلكم بتشوفوا عليه المثال اللي اتحليتوا عليه مليون مثال، عندي بيسل بس هو بقى ده الفان بتاع كل الخروج، وعندي بس متحرك هنا ومتصل بكرانك كونكتنج جود وكرانك ده بيلف كده، والبس ده بيتحرك بين نقطتين بسميها قطب السنتر وقطب السنتر، بيدخل له هواء من هنا ويتولع فيه يا اما عن طريق سيارات تولع فيه يا اما عن طريق اشعال ذاتي، والعالم بيخرج من هنا والبس ده رايح جاي كده، وبالتالي الفرام هو رايح جاي كده بيعمل ورك تسميه اكسبانشن ورك، وبتدافع عليه ورك عباره عن كومبشن ورك. ده بصفه عامه المحركات اللي ايه اللي هي بسميها الريسبريكيتنج. ليه الريسبريكيتنج؟ شايفين الحركه يا جماعه؟ ده بيلف في دايره، ده بيلف في ايه؟ في دايره. لما هو يكون ده لما ليه يكون ورا هنا يبقى البيستون ده فين؟
في اخر النقطة لما يكون ده قدام هنا يبقى لك اعلى نقطة. دي قضية لازم نكون مسلمين بيها. الجيومتري بتاع ده بتحدد حاجة، النقطة دي بنسميها توب ديد سنتر، والنقطة دي بنسميها بوتوم ديد سنتر. الفيوم ده بنسميه كلينس فاليو. انما الفوليوم ده التوتال فوليوم. ده الستروك مشوار. اعتقد ده الماكسيموم فوليوم، ده المينيموم فوليوم. مشكله يا جماعه؟ ده الماكسيموم فوليوم وده المينيموم فوليوم. ده بسميه كرانك، ده بسميه كونكتنج رود، ده بسميه بيستون، دي بسميها سيلندر جيري، وده بسميه الفالف. في ده عباره عن نور ساكشن فالف اللي بيدخل له شهر، وده بسميه الفوس فالف. هنشوف مع بعض الكلام دلوقتي بس ايه لما تكتبه كده بتاخد وقت انك تعرف الدنيا فيها. ده اللي هي المكنه اللي هنتكلم عليها دلوقتي، وهنتكلم على السايكل اللي هي شغال عليها اللي هي ريسبريكيتنج. كلمه ريسبريكيتنج جايه من ايه؟ ده بيلف كده يسحب ده يرجع تاني يضغط ده، وهو بيسحب لورا بيجي شافط ايه؟ شافط هواء او شافط ايه؟ مواد قبل الاستعاده. هو راجع كده بيطرد الايه؟ الحاجات. ده فكره عن ايه هي ريسبريكيتنج. ريسبريكيتنج طبعا زي ما قلت في بعض الحاجات احنا قلناها من هنا هي الاستراك، وده بيدي له رمز ال دايما. البيسن ده بيبقى له قطر بسميه البور او الديامتر، دي رمز دي. يبقى الاستراك فوليوم كده مع بعض الشباب الجوبي. الاستراك فوليوم هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن باي على 4 دي سكوير في ال. صح يا شباب؟ الاستراك فوليوم عباره عن باي 4 دي سكوير. كل ده هتلاقيه موجود عندك. الكلينس فوليوم ده المينيموم فوليوم. طب ليه يا جماعه ما انا غلطان ليه ما خليش البسمن يبتدي يتحرك لحد ما يخبط اخر نقطه؟ الصباب نفسه اللي بيدخل الحاجات دي بيتحرك جواها، فما ينفعش اخليه يخبط في الايه؟ صباب. فلازم اسيب ايه؟ لازم اسيب جزئيه. نمره 2، انا لو خليته يتحرك لحد هنا يا جواه غاز، يعني الضغط يوصل لايه؟ الى ما لا نهايه. لازم اسيب ايه؟ لازم اسيب ايه؟ اضغط لحد حجم معين. كل ما بضغط كل ما درجه الحراره ايه؟ بترتفع. طيب اذا كنا فهمنا شكل الـ 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 القصه دي هنلاقي سهل قوي. لو جينا نطلعها على الطبيعه على الـ على الـ على البي في او التي اس جرام، هلاقي ان انا بسحب هواء وبعدين بضغطه وبعد ما اضغطه ده هي كومبريشن بروسس. بعمل بعد كده عارف دي كومبريشن، بعمل ايه؟ هيت اديشن 4 والكابل اللي هي عمليه كومبشن، وبعدين بعمل اكسبانشن ولا كومبريشن، وبعدين بعمل ايه؟ ده 4 5، وبعدين ارجع تاني الكيس بتاعتنا اللي هي اكزوست. ده اكزوست ده سكشن وده كومبريشن وده اكسبانشن. هنا الفالف بيفتح بيطرد العادم، هنا الفالف بيفتح بياخد الهواء من الهواء الجوي ويضغط الهواء بعد ما ياخده يضغطه يجي هنا عند ثلاثه. ايه اللي بيحصل يا جماعه؟ عند ثلاثه في شراره بايه؟ بتولع جوه البيستون هنا. ادي هنشوف بقى لما نتكلم على سبارك اجنيشن انجن او كومبريشن اجنيشن انجن، كل ده هنشوفه مع بعض دلوقتي يا جماعه. على كومبريشن في السبارك اجنيشن انجن لما البيستون بيكون موجود فوق كده في اللي هي البوجيهات اسمها على كلمه بوجيه، يطلع شراره. وانا عندي هنا ايه يا جماعه؟ خليط من الهواء البنزين مدخله كربوهيدرو او الرشاشات. الحين عندي هنا ده تولع، فلما تولع الضغط يعلى في جرام بيتحرك لتحت. في الكمبريشن اجنيشن انجن دي انتوا
الكومبريشن اجنيشن انجن نفس لا هو هو نفس الفالفات كل حاجه. اللي بيحصل هنا ده بنسميه سيلف اجنيشن. سيلف اجنيشن ايه اللي بيحصل؟ انا بضغط هنا اكتر. السؤال اللي كان بيسأله ده بضغط هنا ايه اكتر؟ فلما اضغط هنا اكتر درجه الحراره بترتفع ايه اكتر. فاجد ان انت الضغط ده بيحصل هنا رشاش انجكتور رشاش رشاش انجكتور انجكتور لما يرش الوقود لما يرش البنزين يلاقي يا جماعه او يرش الديزل يلاقي ايه؟ يلاقي هواء درجه حرارته ايه عاليه فيقدر يوصله درجه الايه؟ الاشعاع اللي هو اسمه اوتو ابليشن. سميه اوتو ابليشن. نعم ايه؟ الديزل بالضغط بس شايفه؟ انما هنا مش شرارة دي سبارك بلاك. يبقى هنا اجنيشن سبارك اسيستد انما هنا اجنيشن اوتو اجنيشن سيلف اجنيشن. فهمت الفرق بين الاثنين؟ اذا اتوقع حاجه مع سؤال باشمهندس ان انا اتوقع نسبه الانضغاط هنا عاليه عشان يوصل درجه حراره ايه؟ عاليه. يعني اتوقع ان هنا نسبه الانضغاط بنسميها كومبريشن ريشن اللي هي في ماكس على في مين. في ماكس على ايه؟ في مين. ليه انا عاوز الضغط عالي؟ الكومبريشن ريشيو هنا بيكون الكومبريشن ريشيو هنا بتكون من 16 ل 20. الكومبريشن ريشيو هنا بيكون من 1 ل سوري من 4 من 12 ل 14. ليه يا جماعه هنا الكومبريشن ريشيو؟ لان انا اوريدي مش محتاج ارفع للسيلف اجنيشن تمبرتشر. خلي بالك في هنا وانت بتضغط بتضغط ايه؟ خلي بالكم يا جماعه اللي انترست في حكايه الانترنال كومبشن انجن والمحركات. ان هنا بتضغط في المحركات ده هنسميه محركات البنزين. دي محركات الايه؟ البنزين. ودي محركات الايه؟ الديزل. هنا انت بتضغط بتضغط ايه يا جماعه؟ في البنزين. بتضغط هواء وبنزين. هواء وبنزين. انما في الديزل بتضغط هواء. لحد ما توصل درجة حرارة مجرد ما ارش الايه؟ الوقود عليه الوقود يجي ايه؟ يشتغل. المقدمة السريعة دي توصلنا لايه؟ اللي عاوزين نقوله على مع بعض هنا. لا. دي المقدمة اللي أنا مكتبها ببساطة. أدي وأنا بتكلم على سبريكتين إنجن قدامي أتكلم على أكشوال إنجن أو إير ستاندرد إنجن. إير ستاندرد إنجن إيه؟ الأكشوال إنجن فيه هواء فيه بنزين أحيانا فيه ديزل فيه عك كتير أوي وفيه لوسز وفيه ريفرسبيلتي. فإحنا هنتكلم عشان إحنا لسه في أولى ميكانيكا هنتكلم على إيه؟ إير ستاندرد سايكل. الاير ستاندرد سايكل اللي هي بنزين بنسميها اوتو سايكل. بنسميها ايه؟ اوتو سايكل. يبقى اول سايكل الفاير بتاع سبارك اجنيشن انجن وعرفنا يعني ايه سبارك عشان كده انا حبيت اطعم سبارك اجنيشن انجن بنتكلم على ايه؟ على اوتو سايكل. اوتو سايكل بتتكون من اربعه بروسس. كل البروسس في الاير ستاندرد سايكل بنعتبر الويتنج فيود هو عباره عن هواء وبنعتبره انه ايدل جاز. ليه يا جماعه؟ عشان الامور كيو انزل له اول ساو دلتا اتش سي في دلتا تي او دلتا يو سي في دلتا تي بسهوله يعني. خلي بالكم انا بتكلم بسرعه السهل لان الوقت خدنا والاجازات اللهم صل على النبي يعني البلد كلها شغاله اجازات 10 على 10 فاضح ان ايه؟ مفيش وقت للشغل، الوقت كله اجازات.
فاحنا بالمنطق ده طلعنا اول حاجه بعتبر الوجبي الجوهر بتاعي اللي هو عباره عن هواء، وبعتبر الهواء هي الجهاز. يعني انا مميز من واحد اثنين ثلاثه اربعه اربعه واحد اللي هي الاسامه الخيوط، اعتبر الوجبي اللي موجود معايا هو عباره عن هواء. مهم اصعب شهر الوجوز وبال بيفتح وبال بيقلع ده توصل كبير. انا لما بشوف هنا الاسوء الخيوط مهمة في الخطين اللي تحت الركبة. الأشياء بتاعتي متأخرة. يا أيها السائق الفرق بين الكلمة اكشوال وايجا. فاهم هاي؟ نعم؟ وبنعتبره ما لسه جايبه. وبنقول أربعة internal reversible process، أربعة internal reversible process، اثنين adiabatic واثنين constant boil. اثنين adiabatic واثنين constant boil. فين الاثنين adiabatic؟ اللي هو على الأسف الكلمة ثلاثة أربعة وراش اتنين. أليباتيك انفيرسبل كونجريشن واحد اتنين. ثلاثة أربعة أليباتيك انفيرسبل اكسبانشن. إنما من اتنين لثلاثة كالسن فوليوم ديجريشن. من أربعة لواحد كالسن فوليوم ديجريشن. دول أربعة بوس. وبعتقد إن الكريستون واحد كيلوغرام عمال أمسك لعبة على نقطة السن. أكشولي لفة الخيط هي عبارة عن كل لقينا عربية لها وقت من الناس كمان كده ولا إيه؟ من كده يا هرم وبرش الاثنين برجع عام هنا القلب برجع عام عندي لو بس أربعة واحد. يعني أقول عند أربعة عايز تحمل فدي إيه؟ قرر الحاجات الأربعة اللي هي بتكون تقريبا بس أنا مساعد عبد الله من الإنجليزي إيه؟ معاكم مثلا هنا تابع من هنا صحيح؟ صحيح يا فندم؟ مهندس صحيح ولا إيه؟ مهندس اصحى اصحى يا بابا ما في ماشي وقت فدول اربعة بص شوف ان الاسود الصيد اللي رسم الموجود ماشي بيها دول بدخل هواء وبدخل بنزين فوق النار تحت راسي ده المربع اللي جوه المربع اللي تحت كده لان انا رحت الهواء وطلع الهواء لازم ادخل الهواء بارد وطلع ايه؟ صح يعني ايه سنه وقت ايه تسفين ده الفرق بين 10 سنه وبين 10 ايه؟ لا فرضك الواحد يمشي مش أي جهة هوا ده هوا بيتفاعل مع البترول مادة البترولية وكمان أنا بتطلع ما عادش هوا وبالتالي عم يقع أي جو يعني بين بتكلم مع الرصيد هو مش أي جهاز وفي مكونات مختلفة وبيبقى في شهر وبيقصص كده هوا ده ما بيجي على قصة كده في الآخر إحنا معاكم سليم إزاي؟ أي شكل اللي أنا أخذته ده شكل الصباع الإنجليزي أو إيه؟ هو أو كسر الإنجليزي بيحصل على توصيل الإنجليزي أو الصباع الإنجليزي اللي هو طبعا قليل الغرق مريم وبيحصل بالحرق مريم برضه مش كسر كله جاب سنة ده يمكن إيه؟ الدوس مرجع الأرض أيضا سمعنا الموقع اللي يجي ده السوري لما يجي على كل سمعنا كل جاب سنة المغطى اللي جيت الرجل ما بين الاثنين هو الاستراحة ما بين الاثنين هو الاثنين الجزء اللي بيكون صغير في الطريق بيكون رمز هنا في الجزء المطلوب في اثنين صغار في اثنين رجال
اللي هي نص الشهر والغالب والغالب الاثنين وتطلبوا منه ايه؟ مواد الاختراع. ولكن ايه؟ لازم تبصوا بقى. انا لا عندي في المسائل بتاعتكم لا عندي انتيك ولا عندي ايه؟ بالظبط. انا عندي هوا موجود السيستم مقفول يعني ايه صفات بقى ايه؟ مقفول. ده الاكثر المقفول. انما اللي هي ينفع عليك تقول ان هي 2000 فاكر. امال لو اتحرق ازاي؟ اجيب جزء بالظبط واحطه ايه؟ ألمسه بيه وقت الحرارة. طب ما أطلع الحرارة إزاي؟ أجيب جسم أبرد من درجة الحرارة وأخليه وأحطه بره الحرارة دي من جوه إيه؟ بره. كده اللي إحنا عملناه في إيه؟ في الشرع الأمريكي. نعم. إيه؟ تقول إيه؟ خرج فيه. لأن الحاجة محمد خرج كلها من جسم أشواق. الحاجة محمد خرج من جسم أشواق. ده فيه تعبانات بقى مع بعض الله بقى. انت متخيل يعني القصه؟ وهو اللي اخر في بريزر روب وفي سروتنج بالبال ايه قصص؟ ها؟ ونقعد احتراق مره هواء ومره هواء وبنزين نص حرق ومره هواء وبنزين حرق كامل ومره هواء وبنزين حرق كامل وبنزين جديد وداخل جديد كامل موضوع لا بناخد حاجه بقى اسمها اير فيول سايكل بدل ما نازل الجامع ايه فيول سايكل؟ ان اخترت فيها ابروكسيم كومبشن بروسس وابروكسيم بيتشن بروسس وبنتكلم عن النسبه بتاع الخلط على بعضيه ما نخش النسبه بتاع سوء الضوء والشروق هو وزيد من الاثنين وقرر من هو يحسب بس هو يحسب ده ماشي ومش نفس الحاجه هي كل فيها اتس ماتر اوف تايم يعني نصب الفكر مش حاجه جديده كل فيها بدل ما تشكر على طول تقول سيبين الدليل لا انت عاوز معلومات الايه؟ تكون بس تحط كل السيل اللي هو تقول دي سيل ده بيتحرك كده والاتش تو ده هو تقول دي سيل ده بيتحرك كده والسي او ده هو تقول ده دي سيل ده بيتحرك كده اقعد تشتغل بيهم روح لا 12 بيجاز كومباشن بيجاز على كومباشن كومباشن ده فكرة ويتكلم على تمارين كيميكال اناليتكس اللي هي السوريس بتاعت المشط بتنفع على 10 المشط المشط ده فيه كود معايا المشط ده ايه؟ هاي الرسمه موجوده دي وتتكلم على الحرف التمرين في الجامعه اعتقد ان كل الاثنين مع بعض ها؟ اللي هو الحاجه مع الكمبيوتر ريسكو ها؟ والكمبيوتر ريسكو بقى الماكسيموم فوليوم على المينيموم كمان. اوكي؟ طب وايه؟ ليه؟ ليه
تقارب جميل ما بين ايه؟ نسبة الأول ونسبة الزوج هي من ايه؟ من أربعة أولى. يبقى النسبة دي عبارة عن ايه؟ كيو أل مع كيو إيه؟ مش كده؟ النسبة دي عبارة عن ايه؟ النسبة على ايه؟ النسبة على الجانب الزوجي على الزوجي يروح على الجانب ما فيك الضباط حاجه واحده انت تمنى سايكل مثل ايه؟ زيرو تمنى تبع عربيه في سمان سمان يبقى هنا في مثل ده والله يعني كده يبقى اول واحد الحكمه هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن الفيزيولوجي يعني هتراي تو ماكسمايز الاوت بوت ازاي ماكسمايز الاوت بوت ان انا مش بعرف اربع حاجات ومين واحد واثنين ايه اقلل واحد واثنين يعني وزود انا سمع الاسم اللي فيه ده فكر ان انا لو سمعت الاسم ده هي المساحه بتاعتها الصغيره يا جماعه ايه ايه اللي في الريتويت لو المساحه بتاع السايت كلها ممكن واحد بقى على لو سمعت بتاع الاسم ده المساحه بتاع السايت كلها كل اللي في المساحه بتاعتها كل اللي في الريتويت هوا وعظيم عظيم الله وعند النقطه دي شارك ايه؟ سعر فتعمل ايه؟ فتولع في الهواء ايه؟ والتسبيح فلما تولع في الهواء التسبيح نفسها تروح يجي تحت ايه؟ وتابع مره ايه؟ راح دي النقطه اللي انا اقول ايه؟ انا بعمل كل اضرب يعني ايه بعمل كل اضرب بعد اسبوع بس قايم في حاجه معمول تمام هو اللي بيسقط الايه؟ هو اللي بيسقط لو جاك على ايه قشر بتاع ايه شراره والقشر بتاع ايه زرقاء هو راجل يعني احنا قاعدين في جروح معروفه وقوه وبسوط وعنده يعني كان اسمع كلمه فعنده جروح قليله تحصل ايه؟ سعاده ممكن يقول لك ايه؟ اقدر اقول لك القرار شويه ولا اقدر القرار شويه؟ يعني يعني قصدي بتوع بوسين تراكسينا وجب عليك كده ده اللي نسمكم مع بعض اللي هو ساكن بس السؤال هو الوحش وادي ده هم ايه؟ مكتوب الكونجريس عليك الكونجريس عليك يا عباره عن نفس الموضوع ما يدري من ايه؟ حجم الصوره كلها على حجم ايه؟ الكونجريس لا والله ميه اولا من اول ايه؟ البوتوم سنتر ده اللي نسمكم مع ده اقصى فوليوم ممكن يبتدي ورا السؤال. اقل فوليوم لما ابص ورا السؤال لما الديسك يطلع لحد اقل من درجه الصغيره. نقدر نفهم لازم لازم نفهم. نعم. ما احنا بنتكلم عن الرقم ومن الاحسن. فاحنا الاحسن لازم نكون منطقيين. ولو حطيت الكليرنس بس فاهم وزن لو حطيت الكليرنس بتاع الكوبريشا ايش بقى؟ ما هي ملاحي ملاحي سيبه تاخد شويه صار يعني مفيش معنى لو حاجه يتحمل بيها فخلينا نقطعي فنقطعي لازم اخد سنتين اوكي؟ ايه اللي بيسموها الكوبريشا ايش؟ وادي هنا برضه سايكل واحد اثنين هيبقى كونجريشن 2 3 4 سنتيمتر من البوتيشن
ثلاثة أربعة عن الإكسبانشن، هي أربعة واحد من الرقمين، كل سنة كل سنة كل سنة واحد من كل سنة مرة ثانية. ده عن جزء الإعلام. اللي هي عن جزء الإعلام أنا بتصور دي اللي صورة بتصور. ماشي يا فندم؟ اللي هي عن كل سنة بتصور. بص يا فندم، اللي هي عن تخطيط لايف. والناس اللي هي بتشوف روح تخطيط لايف عن كل سنة بتصور. مش اللي هي عبارة عن تي اس تي اس اوكي؟ لو كان تي اس من ثلاثة وربعين يجي كده تحت الخط المحايد ده عبارة عن تنسيق وده عبارة عن ايه؟ اللي هي ايه؟ الفيرجن كل ما تنقل الخط بقى فوق كل سنة ده كل ما تنقل الخط كل ما تنقل كل ما تنقل الخط تحت ده الجمع كل ما تنقل الخط كان ايه؟ قلت يبقى خطاك محفظين انك تطلع بقى فوق وتنزل لايه؟ لما تطلع لفوق وتبدا تتحكم في القطره اللي هي بتاع الايه؟ السايد يعني ايه القطره اللي هي بتاع السايد يا جماعه؟ يعني القطره اللي هي الكل مش فاهم؟ القطره اللي هي عن القطره اللي هي الكل لو مش فاهمين كان لا لما القطره السطين اللي بيبعدوا ايه؟ القطره اللي هي بتاع السايد من القطره اللي هي الكل اللي هي في مدرسه كومبيوتر يوقع عليها في هنا القطره اللي هي الايه؟ ان انا ازود الضغوط او ازود درجات الايه؟ نعم 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 طيب اجل الفرق بين الدكتور انجو والبيت انجو الدكتور انجو في الاختبار في الدكتور بايك مجمع الدكتور انجو في الدكتور الشارج برضه من اربع فقاعتين يقول لك انا عندي 8 بال ب 12 بال ب 16 بال كذا قوة عربية مش بتعرف تقلل عرفت حاجة ايه ده بقى انك هتاخد الرياضة الوجود هنا في كذا قيمة فيها دولة رقم الرياضة الوجود قال لك ايه؟ فال ما بقاش على سلندر واحد هو كان 16 فال على العدد الموجود في 24 فال على الموجود في المحرك 24 عند 4 سلندر يبقى كل واحده فيها 6 او عندي 6 سلندر يبقى كل واحده فيها 4 اوكي طب ليه في عشان لو زود من هي الفكره الفال ده اللي هيحصل انا عايز الفكره تقول الفال معمول جوه ايه؟ جوه السلندر ايه؟ جوه السلندر لو كان موقع واحد ده هتلاقي تركيز في مكان اعلى من الدخول بتاع الهواء والمكان اعلى من النقط الثانيه. لو مقطع من احسن نقطه لو مش ايه؟ النتيجه ارجع من النص. كذلك الشراره، لو الشراره واحده هتولع في المنطقه دي، وبعد كده تولع على بقيه في الوقت. لو عندك اكثر من نقطه لو مش كل ولعت في كل النص. كل غلط ده ايه؟ الفيرو كل البلد كل
دي كانت ايه يا جماعه؟ دي كانت ايه يا جماعه؟ اوتو سايت. شو يا جماعه؟ دي الاوتو سايت. دي زي العمليه ده. واحد دي بس انا راجل بعد دي بقى في المعمل هو معايا شباب؟ يعني احنا دازين كومبريشن ريس يعني الحقيقه لا الحقيقه المفروض الاقي كده وانا بتكلم عن الجيش الاول كده 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 وانا بتكلم عن دازين او سالني عملت كده ما عملتش اصلا ايه؟ عملت صح كده وقفت نقطه ليه؟ وبعدين مشيت كده السايكل دي عباره عن قصته والسايكل دي عباره عن ايه في النص Okay, they are different to commissary. نعمل؟ لا المفروض نفس الورك ممكن اعملهم بنفس الورك بس اغير اختار برامج الديزاين. شايف حضرتك السايكل دي؟ شايف الكمبيوتر ريشو؟ هي عباره عن فوليوم هنا فوليوم هنا. ده في الديزل لان الديزل على الكمبيوتر ريشو عالي يا جماعه.
عشان احنا في الواقع لوحدنا مش كده؟ الناس اللي بتنفيني ويطلع من النوم غريب ويطلع ايه؟ راس الفن. واضح يا شباب؟ ولا مش واضح؟ يلا. ده الكيفن وده الغرب. في بقى دول، دول سايكل دي ما فيش اسم، دول ما فيش اسم حاجه. ايه رقم سايكل؟ والله لو اضيف الحراره الكونستنت فوليوم او اضيف الحراره الكونستنت فوليوم اضيف شويه الكونستنت فوليوم وشويه الكونستنت ايه؟ اسهل كده بيبقى بالنسبه لكم اسهل. انا عملت كده كومبريشن واحد اثنين اثنين ثلاثه انا ماشي قلت زي الفل اهو وكمان ثلاثه وصلت لاربعه خد بالك الكونسنت بريشر وبعدين رجعت ثاني وبعدين كنت ثاني. دي كيو ار دي كيو ار الكونسنت ايه فوليوم ودي كيو ار الكونسنت ايه بقى دي بسمع دي وصلت في هيت اديشن كونستنت فوليوم وفي هيت اديشن كيو اوفر كيو جرام كونستنت بريشر ضفت شويه حراره كونستنت فوليوم وبعدين شفت الحراره بتاعتها كونستنت ايه بسميها دي ويب سايت. ايه الفكره بقى؟ طب نقدر نقارن الثلاثه دول مع بعض زي ما كانت الباشمهندسه بتقول نثبت حاجه معينه ونقارنهم ببعض ونشوف مين احسن من مين. اوكي سبوز ان احنا هنقارنهم الثلاث سايكل مع بعض دول ثلاث سايكل فور ذا سيم هيت اديشن فور ذا سيم هيت اديشن. هو انا اي حاجه يا جماعه الحساب اللي بينه وبينه ايه؟ كم متر بنزين؟ افترض ان عندي ثلاث سايكل بدخلهم نفس البنزين اروح اقعد من نيويورك قد ايه؟ من نيويورك قد ايه؟ من نيويورك قد ايه؟ اوصله كفايه هنا كام؟ كفايه هنا كام؟ كفايه هنا كام؟ معايا؟ لو انا هنا مع بعض رسمين ده في انستغرام ده لو افترضت ده كونسنت فوليوم 1 وده كونسنت فوليوم 2 يبقى السايكل بتاعتي ادي 1 2 وصلت ل 3 3 4 4 1 ده في يساوي كونسنت وده في يساوي ايه؟ كونسنت وده الاديابيتك بروس ده اللي هو كومبريشن وده الاكسبانشن ودي اللي هي يا جماعه اوتو سايكل. طب لو جيت بدل ما اشتغل اوتو سايكل اشتغل يا جماعه ديزا سايكل هثبت ايه اللي عاوز اثبته بقى؟ سيم هيت اديشن سيم هيت ايه؟ الهيت اديشن هنا فين يا جماعه؟ هي تحت الخط 3 2 هي تحت الخط ايه؟ 3 2 ولا حد عنده شك في ده؟ الايه اللي تحكي لي المساحه ليها لحد هنا هي اللي تمثل هيت. طب لو جيت ارسم ايه؟ السايكل دي كونستنت ده كونستنت فوليوم الثاني لا ده كونستنت بريشر ابا الكونستنت بريشر لاين ستريس ستيبر ذان الكونستنت فوليوم لاين واحد تي على سي بي وواحد تي على سي في ولا ناسيين الكلام ده؟ الميل هو تي على سي بي كونستنت بريشر وكونستنت فوليوم تي على سي في صح كده؟ يعني اشتغل مسحرات يعني كلهم طيبين اوكي ف سي بي اقوى من سي في وبالتالي كونستنت بريشر لاين ليس ستيبل عن كونستنت فوليوم لاين الكلام ده اتقلب توسع ماشي يبقى عشان يبقى على نفس السيم كونديشن يبقى لازم النقطه دي ايه تبعد شويه ولا يا جماعه عشان مش كده ولا يا جماعه لان هي ماشي يا شباب you
دي عباره عن ايه؟ الحمراء دي عباره عن ايه يا جماعه؟ الحمراء دي عباره عن ديزل. والزرقاء طب ما الدول فين؟ الدول سايكل فين؟ اكيد ما بينهم. اشتغل ايه؟ اكيد ايه؟ ما بينهم. طيب هي ايه اللي بيحصل؟ انا بمشي كل سنت فوليوم شويه في الدول سايكل. وبعد ما امسك كل سنت فوليوم بمسك كل سنت ايه؟ بريشر. يبقى هجيب خط منه اقل من ده شويه. كويس. ده كل سنت ايه يا جماعه؟ من هنا كل سنت ايه؟ والخط ده عباره عن ايه يا جماعه؟ تاني كل سنت. الثلاثة سايكل دول لهم نفس الهيت كونديشن. لكن تعال نقارن الهيت ريجكشن. انهي الهيت ريجكشن بتاعته اكبر؟ وانهي اللي بعده؟ اقل هيت ريجكشن هي دي. اوتو اقل هيت ريجكشن. يبقى بيور ريجكشن. اوتو اقل من بيور ريجكشن. دول اقل من بيور ريجكشن ديزل. طب هي الافشنسي يا جماعه؟ واحد ناقص كيو ار على ايه؟ كيو ار از سيم. يبقى الكيو ار بتاعته كبيره كبيره الفيشن بتاعته قل. وبالتالي ايتا اوتو اكبر من ايتا دول اكبر من ايتا بس. نعم. عشان اثبت هيت اديشن. انا بقول فور ذا سيم اديشن. عاوز المساحه يعني رسمت اثنين المساحه بتاعتهم زي المساحه بتاع اللي قبليه القصيره. زي المساحه. ماشي يا شباب؟ قارنا الثلاثه مع بعض فور ذا سيم اديشن. ممكن نقارن الثلاثه مع بعض فور ذا سيم اديشن. اعملوها انتوا بقى. او نقارن الثلاثه مع بعض فور ذا سيم ويرك. فور ذا سيم. فور ذا سيم هيت اديشن. قارنا الثلاثة فور ذا سيم هيت اديشن. بقول فور ذا سيم هيت اديشن اوتو احسن. فور ذا سيم اديشن اوتو احسن. بس احيانا ليه بركب الديزل واحيانا في تطبيقات معينة بيبقى عندي ديزل انجن احسن اشتغل على ديزل سايكل. خلينا نقول على ترم تاني اسمه مين افكت بريشر. مين افكت بريشر. ايه هو المين افكت بريشر ده؟ هو عباره عن ورك نت ورك على ستروك فوليوم. الورك لكل سي سي. الورك لكل سي سي بسميه مين افكت بريشر. طب اذا لو انا عندي عربيتين 2300 سي سي او 5000 سي. واحده مين افكت بتاعها 10 واحده مين افكت بتاع بريشر بتاعها 12. فيهم 12 دي الكثافه بتاعتك اعلى. كده ولا ايه؟ ما هي هو عباره عن ايه؟ ويرك سويت فول. ويرك على سويت فول ده معناها ايه؟ ان انا دايما احب ان الميني فيكت بريشر بتاعي يكون ايه؟ يكون كبير. والميني فيكت بريشر هو بيعبر عن مساحه السايكل، ومساحه السايكل هي بتعبر عن الويرك. هي قصه مرتبطه ببعضيها. ذاتس اكسرسايز يو هاف تو دو تو كونسيبت. طيب خليني اطلب منكم كويس المره القادمه يا جماعه. نطلع الاكسبريشن بتاع الافشنسي فور اوتو سايكل وفور ديوال سايكل وفور ديزل سايكل. هو مستنتج عندك في الكتاب بس الله اعلم. عاوز منكم المره الجايه ثيرمال افشنسي فور اوتو ديزل ديوال. نعم زي ما هو في الكتاب. عاوز تطلع الاكسبريشن يعني مثلا شيء اولا الافشنسي بتاع اوتو سايكل بص طيب بتاع واحد ناقص واحد على ار اللي هي كومبيشن ريسو بص ده مثلا عشان كل واحد منهم له اكسبريشن بدايه كومبيشن ريسو او كات اوف ريسو. هنا في الديزل بنسميها كات اوف ريسو اللي هو ايه؟ اللي هو في 3 على في 2 بنسميها كات اوف ريسو. ماشي يا شباب؟ واضح ولا لسه برضو عندكم تخوف من القصه دي؟
تنبيه. انت ناخذ مثال اوتو سايت. هنقول الورك هنحسب الورك في الكومبريشن. حسبنا الورك كومبريشن. وبعدين هنحسب الورك في الاكسبانس. اذا جبت النت ورك واحسب 100,000 واقسمه على بعض يجي الافشنس. فالافشنس دي يطلع بدايه ايه؟ في 1 وفي 2 وفي 1 وفي 2. بي على بي بيسميها بريشر ريشيو. بي على بي بيسميها كومبريشن ريشيو. اند سو اون. حط الاكسبريشن اللي هي بقى بدل ما تحط بي وتي بدلاله الايه؟ دايمنشن السم. دي سما افكت. الثلاثه سايت قلت ودول ودي زي ما قلنا على الكتاب عاوز انت تعملهم. محتاج تعمل شويه اناليسيس. انت عارف يا جماعه في الكمبيوتر شريفه بي على بي يساوي بي على بي اس جاما وتي على تي يساوي بي على بي اس جاما ناقص واحد على جاما. فاكرين العلاقات دول اللي فاكرينها؟ طيب انا قلت ليش؟ هتطبع العلاقات دي كلها. وبعدين عندك الورك هو عباره اي حاجه هو عباره بطلع هو عباره عن في حاله الاريباتيك يومن زابلي وتساوي دلتا ايه؟ دلتا يو. لان هنا اتفرنا ايه؟ اتفرناها كلوز سيستم واحد بروجرام كلوز سيستم. يبقى دايما سي في دلتا تي وسي في هي ار على جامعه واحد وسي في هي جامعه على جامعه واحد في ار. ولا نسيتوا الكلام ده؟ اكيد نسيتوا. طيب خلاص ماشي. الف مهندسين الف مهندسين قول لنا ايه اخبارك فرحات ماشي على الوقت. ده الكريتيكال كونسنت ولا اول كريتيكال كونسنت ماشي. نعم قول يا باشمهندس. انا بقول تقدموا لي كونسنت تقدموا لي يعني اعملوا في البيت وقت اعملوا في البيت وقت يعني عشان البطاطس حاجه صعبه. عاوزين اكسبريشن الاتفاق بدلاله الكومبريشن ريشيو او البريشر ريشيو او كات اوف ريشيو. وطبعا اي معلومات عندك في اي حاجه. ماشي خلاص كده ماشي يا شباب. ناس محترمين. حاجة عنده أسئلة كده؟ طب هندخل على قدر. نعم يا ما هو ده السؤال اللي سأله هو. قلت له اعملها في سايكل باسمه. قلت له عمل السايكل بتاعك 2 كونسنت فوليوم و2 اريباتيك. ديزل عمل السيد بتاعك من الياباتك واحده كونسنت بريشر واحده كونسنت ايه؟ مين اللي غير؟ ما كل واحد دماغه ضارب وزي دماغه ضارب عامل حاجه معينه بتقول له ليه بقى؟ من سنه 1870 1860 اقول له انت ليه بتعمل كده؟ هو عمل كده ولما عمل كده والسايكل بتاعته ما في انواع كثيره من السايكل فاهم هنا كويس؟ فهي اللي اصبحت سائله الاستخدام يعني من ناحيه بقى حضرتك كلام ان السايكل دي براكتيكال يعني ممكن تعمل زي اريكسون سايكل. اريكسون سايكل الكفاءه بتاعتها زي كارنوت سايكل لكن المحرك شغال بثلاث لفات في الساعه. تقعد تنبه على كده او بتلف يعني هو القضيه ايه؟ انك انت ايه؟ بتحول السايكل دي يعني بتخلى السايكل مشت تسميها ديزل جسم ديزل لانها لما تحولت من سايكل ثيوريتيكال لسايكل اكشوال وتعمل لها انجن يشتغل عليها الانجن ده اشتغل كويس بقى بيلف 200 لفه 300 لفه نقطه بتاعها 3000 و5000. احنا عندنا مكنه جديده من الكراس الموجوده ده اللي جوه جوه معمل حراره دي 30 لفه في الدقيقه وعجله كبيره وبتاع بص قد كده بص كانت في سنه كام 28 1928 ماشي. معانا شباب ولا حد عنده اي اسئله كده؟ طيب نتكلم في حاجه ثانيه. انا ما عنديش حاجه ثانيه. التطبيق الاخير في الانترنال كومبشن انجن هو عباره عن اللي هو عباره عن الجاس سيرفر. جاس سيرفر او روتري الانجن الجاس سيرفر
كلكم شفتوا بعض مسائل، حلينا مسائل كتير عليها، بتتكون من بتتكون من 3 مين كومبوننت، واحده منهم عباره عن كومبريسور، واحده منهم عباره عن كومبشن تشامبر، واحده عباره عن تير. ده لو انا التير جالس مني واخدها عشان اقول لك كهرباء، انما احيانا الجهاز سيرفن باخدها عشان شغالها على طيران جيت ان. فبرضه عندي الثلاث حاجات دول، بس عندي حاجه رابعه هي عباره عن ايه؟ عباره عن نظر. مع بعض كده ببساطه دي مقدمه للمحاضره الجايه، انا مش هقول حاجه فيها بس برودكشن تجاهد نفسك بيها. بتاخد هواء من هنا، كومبرسور بياخد هواء من هنا يضغطه يروح على كومبشن تشامبر، ارش عليه وقود بيبقى الهواء سخن، فهنا يشتعل تطلع غازات سخنه تدخل التربينه تتمدى جوه التربينه ويطلع العالم ويطلع غير من التربينه زي البخار. بس بقى البخار بقى ايه؟ بقى هواء وايه؟ ونواه تحتها، يعني الفرق بين الشباب دي ده السبب، دي بتطلع باور. باور ايه؟ دي دبليو ان ايه؟ هنا الدخل هنا دبليو كومبريسور، واللي طالع من هنا ده كان دبليو تيربن، دبليو تيربن. طلعت من دبليو كومبريسور اعطاها دبليو هنا كتير. السايكل دي هنا فور باور ابلكيشن. انما لو عاوز جيت انجن انا عارف هنا كنت برميه بمدخنه، تمام مدخنه اعمل له جو. انا هنا لو حصت التربينه كان جزء من الباور بتاعتها بيدور الكمبريسور، والجزء الثاني هو النت باور اللي بيدور ايه؟ بيدور جنريت. يعني انا غلطت برودوس ايه؟ باور. هنا الغلط منها برودوس ثراست. الجناح الطياره تم بتاعك عليه انجن، لما يكون بيدي صراص كده يجي دافع الطيارة تمام كده. على الجناح كده في مكانتين، اثنين يمين اثنين شمال، واحد يمين واحد شمال. دول بايه؟ بيطلع منهم غازات بسرعة فيجري فين الطيارة الايه؟ يعني كل فعل رائد فعل بيساوي في مقدار ومضاد الايه؟ الاتجاه. خرطوم المايه وانت ماسكه كده هو بيهزم مش كده كده مش كده؟ ايه يا جماعة؟ المايه خارجة بسرعة مش كده؟ مش تمسك كده هيكفيك على وشك. فانت لازم تقف ايه؟ عليك كويس. هنا دي برضه تكفي الطياره على وشك ما كانش ايه مثبته بطريقه ايه صحيحه. ف نعم دي اسمها سميها جيت انجن. تقول ايه يا باشمهندس؟ الايه؟ ايوه هنا خدت بقى الغازات اللي هنا في التربينه ما استهلكتهاش كلها، يعني اتمددت في التربينه على قد شويه شغل يدخل شغل الكمبريسور يدخل لي شويه الايه؟ الهواء، يخلي شويه الايه؟ الهواء معاك؟ وبعدين الغازات اللي هنا هت هاي تمبرتشر هت هاي ايه؟ تمبرتشر ولسه فيها والبجر بتاعها ما نزلش لحد ضغط الايه؟ ضغط الجو زي هنا، فبدخله جوه النوزل، شايف النوزل دي؟ فيتمدد فيها تحول لكينيتيك انرجي فيطلع غازات هنا بايه؟ في جيت. والطياره مش هي بسرعه ما تاخدش بي ايه. يا عم ما ايه الكلام ده كله نزل اهي
داخلها واحد وخارج اثنين. طبعا في سلو يوم انا دبليو بساوي دلتا كينيتيك انرجي زائد دلتا بوتنشال زائد دلتا انسر، يبقى هنا في سلو لك دلتا كينيتيك انرجي. نزل يا جماعه حطوه. انا بقول دلتا اتش، انا قلت اتش تساوي دلتا كينيتيك انرجي، قلت حاجه دلتا اتش تساوي دلتا كينيتيك انرجي. الفرق بيني وبين دلتا اتش تساوي دلتا كينيتيك انرجي. اما طبق ده دلتا كينيتيك انرجي هو دلتا اتش. عشان ازود العزم بتاع الطياره دي كمان بعمل ايه؟ لما اتعود الثراست يبقى لازم ازود في جيت. ازود في جيت ازاي؟ ادي نفس المركب الطياره اهي، ادي الكمبريسور، هرجع الحاجات بتاعته. ام سوري سبته المقلوب. عديد من افتر بيرنر ده بيجي تفاعل الطيارات وعملتها وكذا كله طلع نار من الخلف. يجي في الايه؟ في النازل دي ويدخل وقود تاني. يعمل ايه الوقود ده تاني يا جماعه؟ يعمل ايه الغازات اللي خارجه؟ الغازات خارجه درجه حرارتها معقوله وضغوطها معقوله. يعمل فيها ايه؟ يعلي درجه الحراره. يعني يعلي ايه يا جماعه؟ يعني يعلي الانثر، مش كده؟ يعني يعلي الكينيتيك انرجي فيدي صلاح ساعات. وطبعا ده معنى ذلك ان ده جزء اساسي في اللي هنا. هنا تبردوس صلاص بحط ايه؟ زي بسميه جيت انجن. ده ممكن يكون مرحله واثنين وثلاثه. ممكن مرحله الذات دي تبقى موجوده من كذا كذا قميص فوق بعض. زي الصاروخ بقى، انا بتكلم عن الروكت انجن. هي تعمل كده تقول له صلاص يطلعه. يبتدي هي اجنست جرافيتي تجرميها لايه؟ شالحه حاجه من اللي هي نفسها، شل من الشلال تجرميها. وهي رميها برضه تدي رد فعل عليها، وهكذا. كل ما تمشي بتحرق وتدي ثراست ايه؟ ثراست نتيجه الجزء اللي بينفصل منها، وجزء ثاني نتيجه الايه؟ الثراست بتاع الغازات اللي خارجه منها. دي الروكت انجن. ايه ايه؟ هنا؟ كومبشن ايه وبتاع ايه؟ وانا يهمني هنا كومبشن؟ كفايه زي الزفت زي الزفت ولا دي اللي بتكلم على خدت بالك؟ الفترة اللي بيبقى فيها الكلام ده يا باشمهندس هي فترة تيك اوف مش كروزنج. الكروزنج ده بتاع الانايم، يعني يدخل ويجي شطاوة معاك ويده بخن يدخن ورا السهرة معاك. هي خدت بالك اكتر طيارة ما طلعت كل الطيارة الدور بتاعتها وهي طالعة تيك اوف. فهنا بيبقى مش الباور هي المهم وليس الكفاءة. الباور هي المهم. وفي الحرب بقى على طول ما يهمنيش ابو الباور، لان كمان بس عمر الطياره الحربيه الاقي 10 3 ساعه. عمر الطياره الكوميرشال او التجاريه لها 100,000 10 مرات. لان الطياره الحربيه اصلا انا مش عاملها على انها ايه؟ دايره تلف معايا، هي في حرب بتشتغل. هي زمانها طويل لكن هي عدد ساعات الايه؟ فتقريبا الاثنين معرضه لحاجات كتير قوي، الطياره الحربيه معرضه وبتعمل كلام وبترفع وتضرب دانه يطلع تراب، تبص الكمبريسور بتاع التراب، التراب يدخل جوه كان يغير كثافه الهواء، الهواء بقى تقيل، تيجي واقعه صعبه. ما كانش ايه الطيار ساط وهو بيعمل الكلام بينزل تك ويجي ايه عامل وش قالب وش تاني. انما لو فضل كده ازق والتراب عمال يدخل مع الهواء هتبص هي نفسها ايه؟ وقتها فنون كتير، الموضوع كبير يعني مش إيه؟ مش هنتكلم فيه. بدرسه ماده من المواد اللي بندرسها في كاليفورنيا صحيح، بندرسها الطلاب بتوعنا. فني عسكري. فالجيت انجن دي او الحركات النفاثه بشكل عام هي الغرض منها هنا الصرفت وليس الغرض منها هي الاضاءه. بس عشان اعمل ثراست عاوز كومبريسور، طب الكومبريسور عاوز ايه؟ باور. فالتربينه تدور الكومبريسور وبعد كده اخد الغازات وارجع فيها تاني. دي جيت انجن. يبقى احنا اتكلمنا على جاس سيرفنت بار فور ديو برودكشن وجاس سيرفنت فور ثراست فور بروبالشن، دي بيسميها ايه؟ بروبالشن. معايا يا شباب؟
شباب شباب ايه الاخبار؟ نمتوا؟ ايه لسه ولا خلاص ولا خلصت؟ خلصنا طيب انا اسف خلاص منتظر منكم نلتقي المره القادمه ان شاء الله.